نعم محمد، حتى ساعات الصباح القادم نحن على موعد مع أعداد ستتضاعف جراء هذه المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق عدة منازل، منها منزل لعائلة الشريف. قبل قليل سمعنا إفادة للدفاع المدني يتحدث عن انتشال عدد من الشهداء وانتشال عدد كبير من الجرحى يفوق 50 جريحا، وتوقف عمل فرق الدفاع المدني على الأقل في المكان حتى هذه الساعة في ظل ضعف الإمكانيات، عدم وجود بواجر حفر، وأيضا عدم وجود معدات لرفع الأنقاض ولا حتى معدات إضاءة. طواقم الدفاع المدني ستستأنف أعمال الإنقاذ وأيضا انتشال الشهداء في ساعات الصباح. بطبيعة الحال أعمال الإنقاذ ستكون بصعوبة بالغة، إذا ما كان هناك أحد حي على الأقل هل سيصمد إلى ساعات الصباح أم سيتحول ويكون في عداد الشهداء؟ الحديث يدور عن أكثر من 73 شهيدا، أكثر من 100 جريح. طبيعة الحال أرقام الدفاع المدني ستختلف عن أرقام الهيئات الصحية الأخرى، نتحدث عن أكثر من هيئة صحية وإسعافية تعمل في مناطق الاستهدافات وخاصة في المجازر، لذلك الإحصائية النهائية من الصعب أن نصل إليها خلال على الأقل ساعة من الآن، لأننا نتحدث أيضا عن عمليات انتشال ستكون في ساعات الصباح. بطبيعة الحال محمد الحديث يدور عن عشرات الشهداء جلهم من المواطنين والنازحين الذين هربوا تحت هول القصف من مخيم جباليا وحاولوا ألا ينزحوا إلى مدينة غزة وذهبوا إلى مشروع بيت لاهيا محاولين الاحتماء قدر المستطاع أو الذهاب إلى منطقة أكثر أمناً نسبيا من مخيم جباليا الذي يتعرض للمحرقة ويتعرض للإبادة ومحاولات التفريغ والتهجير منذ أكثر من 15 يوما، ونحن ندخل اليوم 16، وأيضا نتحدث عن نهار صعب بعد ليلة أصعب كان جيش الاحتلال قد يعني اعتقل فيها عدد من النازحين، نكل بعدد كبير من الأسر والعوائل في محيط مستشفى الإندونيسي الذي أيضا حاصره ودمر أجزاء من السور الخارجي وأطلق النيران تجاه الطواقم بداخله ودمر المولد الكهربائي، قتل عدد من الجرحى جراء هذا الحصار، وأيضا استهدف عدد كبير من المنازل، عدد كبير من المواطنين استشهد خلال الساعات الماضية، وحقيقة من الصعب إحصاء بالتفصيل كل الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف سواء من قصف جوي أو حتى قصف مدفعي، حتى هذه المجزرة التي كانت قبل أقل من ساعة من الآن كما هو الموعد مع مجزرة الأمس عائلة الحواجري التي استشهد فيها أكثر من 33 شهيدا، ومن الممكن أن يكون العدد قد وصل إلى 40 خلال الساعات الماضية، أكثر من نصف هذا العدد هو من النساء، وهذا هو الحال مع المجزرة الجديدة التي سيرتفع عدد الشهداء فيها لأكثر من 80 شهيدا على الأقل بحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي حتى اللحظة، أكثر من 73 شهيدا، وهذه المجزرة غير متوقفة حتى اللحظة لأن القصف المدفعي القصف الجوي يترافق مع هذه المجزرة حتى اللحظة ولا يتوقف لا على مخيم جباليا ولا على مشروع بيت لاهيا ولا على مدينة غزة التي تعرضت لغارات إسرائيلية، أكثر من 5 غارات على الأقل استهدفت ما بين رمزون الطيران وأيضا مناطق وسط مدينة غزة وغربها حتى اللحظة، أيضا غارات مدينة غزة غير واضحة المعالم إذا ما استهدفت منازل أو حتى إذا ما استهدفت مجموعات للمواطنين. هذه الغارات وهذه الكثافة النارية التي استهدفت فيها مدينة غزة وشمال القطاع استهدفت فيها أيضا مناطق وسط القطاع، شهدنا غارات عديدة على مخيم انصارات خلال الساعات الماضية خلفت عددا من الشهداء، الغارات كانت قد استهدفت منازل ومجموعات للمواطنين، وحتى القصف المدفعي خلف على الأقل 5 من الشهداء في مخيم انصارات لوحدها. أيضا صباحا شهدنا غارة إسرائيلية استهدفت بشكل متعمد وبشكل مباشر طواقم مصلحة مياه الساحل التي تعمل في مدينة خان يونس، وهذه الطواقم كانت تعمل في المناطق الشرقية للمدينة وكانت تعمل على مد خطوط المياه إلى مناطق الشرق ومناطق وسط وغرب المدينة بخطوط المياه، استهدفت
هذه الطواقم بشكل مباشر، استشهد 4 على الأقل، فيما انتشل الجثامين قرابة 5 شهداء من مدينة رفح التي ما زالت العملية العسكرية فيها دائرة، وجيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في غربها وشمال هذه المدينة منذ أكثر من 6 أشهر. الحال صعب، الصورة لربما يصب جيش الاحتلال نيرانه وقصفه المكثف تجاه مناطق الشمال في محاولات للتفريغ دون أن يعلن ذلك صراحة على الإعلام، لكن الغارات الإسرائيلية تعلن أهدافها وتعلن ما الذي تريد من المواطنين بقتلهم وإبادة أعداد كبيرة من الأسر خلال الأيام الماضية وحتى هذه الساعة. نتحدث عن عشرات الشهداء والجرحى، وأنا أتحدث الآن أسمع صوت انفجار بعيد، على الأقل لا يمكن لنا أن نحدد اتجاهه حتى هذه اللحظة، لكن هذا هو الحال في قطاع غزة، انفجارات، غارات إسرائيلية في كل لحظة، وعشرات الشهداء والجرحى الذين يستشهدون ويشطبون من السجل المدني جراء هذا العدوان المتواصل. وأنا أتحدث، أنتم تسمعون هذا الصوت، هذا الصوت للطائرات الإسرائيلية المسيرة، طائرات الاستطلاع التي تصور كل حركة وكل سكنة في قطاع غزة. على الأقل إذا لم تكن هناك غارات إسرائيلية لا تفارق هذه المسيرات أجواء القطاع، تزعج الناس وأيضا تصور كل شيء، وهذا دليل أن جيش الاحتلال يعرف أن ما يستهدفه هو مربعات سكنية ومنازل الآمنين والعائلات التي تكون على الأقل نائمة في ساعات متأخرة من الليل. يعرف تماما جيش الاحتلال أنه يستهدف مدنيين، نساء وأطفال، ويستهدف تجمعات النازحين ومراكز الإيواء، حتى أننا نتحدث عن استهداف على الأقل 3 مراكز خلال الساعات الماضية، منها مركز في المنطقة الغربية لمدينة غزة في مخيم الشاطئ، خلف ذلك 8 من الشهداء. أوضاع صعبة يعيشها القطاع، إنسانيا الناس في وضع حرج، لا يعرفون ماذا يفعلون في ظل انعدام الخيارات واستهداف مناطق إيوائهم ومنازلهم، في ظل أصلا أزمة غذائية تخنقهم بحصار إسرائيلي مشدد يحاول تجويع مناطق الشمال من خلال منع إدخال المواد الغذائية وأيضا توقف محطات مياه الشرب. أوضاع صحية صعبة، المستشفيات لا يمكن لها أن تستقبل كل هذه الأعداد من الجرحى. قبل قليل تحدث مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية أن مستشفيات الشمال دخلت مرة أخرى لمرحلة المفاضلة بين الحالات، ما بين الحالة التي يمكن إنقاذها والحالة الميؤوس منها يتم تركها بكل أسف لعدم وجود كادر طبي يكفي لكل هذه الحالات، وعدم وجود معدات يمكن للكادر الطبي التعامل بها مع الجرحى والمرضى، وأيضا عدم وجود مستهلكات طبية، وحدات دم، وحدات تخدير، وأيضا وحدات للتعقيم خاصة بغرف العمليات التي أصبحت مكتظة، ويعني كثير من الجرحى يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة على قائمة انتظار طويلة. كثير من هؤلاء إما تتدهور الحالة الصحية حتى يصبحوا في حالة أخطر، وإما أن يفارقوا الحياة في ظل عدم وجود بدائل، عدم وجود حلول، وأوضاع صحية صعبة تعيش هذه المستشفيات الثلاث التي خرجت أصلا عن الخدمة خلال الأشهر الماضية من العدوان، إما باقتحام إسرائيلي أو حتى باستهداف مباشر. وأيضا تعيش في أوضاع صعبة المستشفى الإندونيسي، دمر المولد الكهربائي الخاص به، عدد المرضى الذين استشهدوا على الأقل 2، وأيضا مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة. مستشفى العودة خلال الليلة الماضية استهدف بالقصف المدفعي، مستشفى كمال عدوان هدد خلال الأيام الماضية، وحتى اللحظة جيش الاحتلال يطلق عبر مسيراته الإسرائيلية النيران تجاه هذا المستشفى. نتحدث عن إبادة ممنهجة وقصف إسرائيلي لا يتوقف. لربما أنا أتحدث أعداد الشهداء يرتفع وأعداد الجرحى أيضا، ومحاولات الإجلاء بكل تأكيد صعبة في ظل الأوضاع الميدانية التي تزيد صعوبة أمام استمرار هذا العدوان على شمال القطاع وأيضا على مناطق مختلفة في مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع.